اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع فريق 17 سنه للكره الطائره واللي فاز ببطوله المنطقه بدون ولا هزيمه وايضا بطوله الجمهوريه بدون ولا هزيمه. هيكون معانا اللاعب واللي بنرحب بيه حازم ايهاب. اهلا بيك حازم، منورنا. بنور حضرتك والف مليون مبروك يا حبيبي. الله يبارك في حضرتك. ايضا معانا اللاعب انس حاتم، احد يعني نجوم الفريق والاثنين ساهموا بشكل كبير في الفوز. اهلا بيك انس. اهلا بحضرتك. يعني ابتدي معاك يا انس، يمكن البطوله دي كانت صعبه، انتوا يعني لعبتوا تمهيدي ولعبتوا نهائيات، كان عندكم اصابات. كلمني عن اصعب الماتشات اللي لعبتوها. كانت الماتشات الصعبه ماتشات الزمالك اللي كانت قبل الفاينل على طول، علشان كنا لسه كلنا راجعين، يعتبر دي اول تاني ماتش نلعبه بعد الاصابات اللي كانت عندنا. اللي كانت في الفريق بالظبط، فكانت في يعني كان اللي عندنا ولا اللي هناك الاول؟ لا اللي كان عندنا احنا اللي كان عندنا، ايوه هو ده اللي كان فيه، كان قبلها اصابات فما كناش لسه رجعنا للتوب فورم بتاعنا. بس كسبناه 3-0. كسبناه الحمد لله 3-0. هو ده كان اصعب فاكر نتيجته كانت يعتبر يعني كان الشوط قريب ولا كان هو الشوط الثاني بس اللي قريب. كانوا هم سابقين الاول بس كده الحمد لله يعني جبناهم. وبس باقي الاشواط يعني كانوا خلصانين، كانت ماشيه كويس، كانت ماشيين كويس الحمد لله. الماتش اللي هناك، الماتش اللي هناك كان احنا عشان كسبناهم عندنا فننزلين يعني شويه، فخسرنا اول جيم بس بعد كده بقى فوقنا وخدنا الثلاث شوط. طب الثلاث شوط كانوا مرتاح برضه يعني فوز مرتاح؟ كان يعني اول بقى الشوط الثاني بعد ما نزلنا سخنين ان احنا خسرنا اول جيم ما ينفعش، فنزلنا خدنا سكور عالي قوي، خدناهم فرق سكور كبير، والثاني والثالث برضه خدناهم سكورات كويسه يعني. طب وماتش الصيد بقى كلمني عنه. ماتش الصيد احنا كنا خلاص اخر ماتش، فكلنا بقى كان ثلاث ماتشات ورا بعض، فجالنا اصابات في كان بعد ماتش الزمالك اللي هو في الفاينل ده، كله كان خلاص تعب وكان اخر ماتش يعني. انا جالي شد في الاماميه ما كنتش عارف اقف. الكابتن كان بيقول دلوقتي ومحمد ياسر برده جاله مشكله في ركبتينه، وحمزه وقع في الماتش صباعه يعتبر الجزع كده، فكنا يعني دمرت. كنا اتدمرنا بالظبط كده.